في مولد طاب يتجلى. يسر إمارات سيتي للاستثمار أسرة برنامج استثمارات الإمارات أن يتقدم بأصدق التهاني إلى جموع الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، سائلين المولى العلي القدير أن يجعل أيامكم كلها أفراح ونعيده عليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة، إنه سميع مجيب الدعاء وكل عام وأنتم بخير. في مولد طاب يتجلى نور الرحمن بأشعاد.